أهلا بكم في هذه التغطية المباشرة. حالة من الزخم تشهدها العلاقات المصرية السودانية ومحاولة الدور المصري من أجل إيجاد حل الأزمة في السودان. في الأسبوع الماضي زار الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني القاهرة والتقى بالرئيس السيسي، وجرى الحديث عن كيفية وقف هذا الصراع وهذا النزاع في السودان. وبعد ذلك كانت هناك زيارة لمجموعة من الوفود كان على رأسها اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالملف السوداني والتابعة للاتحاد الإفريقي، وكانت هناك لقاءات بمسؤولين مصريين وأيضا بالأمين العام للجامعة العربية في محاولة للوقوف على أهم أسباب الأزمة في السودان وبالتالي الوصول إلى حلول لها. نتحدث عن هذا الملف في حلقتنا اليوم مع ضيفنا الكريم الأستاذ الطاهر ساتي رئيس تحرير صحيفة اليوم التالي. أهلا بحضرتك. مساء الخير أستاذ دينا، ومساء الخير للمشاهد الكريم على امتداد هذا البث، ونسأل الله السلام لسوداننا ولكل العالم ولغزة ولكل الشعوب لكل الشعوب. نبدأ حلقتنا أستاذ طاهر، اسمح لنا أن نخرج إلى تقرير نتناول فيه آخر التطورات الحادثة في السودان واللقاءات التي جرت هنا في مصر، ونعود لنطرح الموضوع للنقاش. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة إحاطة مفتوحة تليها مشاورات مغلقة حول تقرير الأمين العام الأممي بشأن جهود الأمم المتحدة لدعم السودان في طريقه نحو السلام والاستقرار، وذلك استنادا للقرار الصادر في الأول من ديسمبر عام 2023 والذي أنهى ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان. واعتمد مجلس الأمن القرار 2715 الصادر في الأول من ديسمبر بعد رسالة من الحكومة السودانية بتاريخ 16 من نوفمبر عام 2023 والتي نقلت قرارها بإنهاء ولاية البعثة الأممية في السودان، ودعا القرار البعثة إلى وقف عملياتها والبدء في عملية نقل مهامها إلى وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها لإتمام هذه العملية بحلول 29 من فبراير عام 2024، كما طالب الأمين العام أنطونيو غوتيريش بتقديم تقرير مكتوب في غضون 90 يوما وإطلاع المجلس كل 120 يوما على جهود الأمم المتحدة لدعم السودان في طريقه نحو السلام والاستقرار. ويغطي تقرير الأمين العام التطورات التي شهدتها البلاد خلال الفترة من الأول من ديسمبر عام 2023 إلى 20 فبراير عام 2024، ويشير ذات التقرير فيما يتعلق بنقل مهام يونيتامس إلى تركيز عملية التخطيط الانتقالي على ثلاثة مجالات ذات أولوية، وهي منع الصراعات وصنع السلام وبناء السلام وحماية المدنيين وحقوق الإنسان وسيادة القانون والمرأة والسلام والأمن والشباب. كان الأمين العام قد وجه رسالة في 6 نوفمبر إلى رئيس مجلس الأمن حول قراره بالبدء في مراجعة استراتيجية مستقلة للبعثة الأممية بهدف تزويد المجلس بتوصيات تدعم الأمم المتحدة حتى تكون في وضع أفضل يعزز جهود صنع وبناء السلام في السودان خلال 18 شهرا القادمة. ودعت هذه التوصيات إلى مواصلة دعم الأمم المتحدة لبناء السلام وقدرات الصمود وللبرامج التي تدعم توطيد السلام لا سيما على المستوى المحلي، ووجود قدرة مخصصة لضمان أن تأخذ عمليات الأمم المتحدة بعين الاعتبار الصراعات وتستجيب لبيئة العمل الميدانية، وضمان القدرة على معالجة قضايا الحماية الناجمة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، ومواصلة مشاركة الأمم المتحدة مع مجموعة من الجهات الفاعلة لضمان مشاركة المرأة في العمليات السياسية ومحادثات السلام. ومنذ منتصف أبريل الماضي قتل وجرح آلاف المدنيين ونزح الملايين من ديارهم بما في ذلك إلى البلدان المجاورة، فيما وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بأنه إحدى أسرع الأزمات العالمية نمواً. أهلا بكم من جديد أستاذ الطاهر. نبدأ بالحديث عن هذا الزخم الأخير في الزيارات السودانية إلى القاهرة، هل هناك من سبب لهذه الزيارات وهذه المباحثات الأخيرة؟ نعم، كما تعلمين يعني أمن السودان جزء من الأمن المصري،
وكذلك الأمن المصري جزء من الأمن السوداني. وإذا كانت هنالك دولة يعني لها الأهمية الكبرى الاستراتيجية لتحقيق السلام في السودان هي مصر. كل الدول يعني معظم الدول التي تسعى لإيقاف الحرب في السودان معظمها لا ليست كلها لديها مصالح اقتصادية أو مصالح غيرها، إلا ما عدا مصر التي مصالحها استراتيجية متعلقة بأمنها القومي، متعلقة بشعبها بدولتها. من هنا تأتي أهمية مصر ودورها في السودان. وكذلك أيضا تعلمين قبل الحرب مصر هي الدولة الوحيدة التي سعت لتجنب الشعب السوداني هذه الحرب، ودعت كل القوى السياسية لحوار سوداني سوداني الشامل، وكل القوى السياسية لبت الدعوة ما عدا تحالف قوى الحرية والتغيير التي تمترست في محطة الاتفاق الإطاري الذي تسبب في هذه الحرب. يعني مصر سباقة للآخرين في حفظ السلام في المنطقة، وسبقت الآخرين في لا يكون في السودان حرب من قبل أبريل. واجتمعت القوى السياسية في العاصمة الإدارية ووصلوا لتوصيات، ولكن رفضتها قوى الحرية والتغيير، ثم تفاقمت الأزمة إلى حدث هذه الحرب. وذلك دور مصر مهم واستراتيجي في 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 الأزمة السودانية، بل قد يكون أهم دور، حتى يرجى الشعب السوداني يعني ينتظر الكثير من الدور المصري لتحقيق السلام في السودان. طيب، زيارة الفريق عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة صحيح لم يرشح عنها الكثير من الأنباء سوى عن محاولة الوصول إلى تهدئة وحل هذا الصراع، لكن ما الكواليس التي دارت؟ ما الذي هو مطلوب من مصر الآن، وما الذي يحتاجه البرهان كطرف يعني من أطراف هذا الصراع؟ طبعا كما تعلمين لمصر مبادرة عبر مبادرة دول الجوار، ومصر أيضا تساهم في منبر جدة، وكذلك أيضا مصر لديها تواصل مع القوى السياسية في السودان، القوى السياسية الفاعلة. لكل هذه الأسباب تأتي زيارة البرهان لكي تكون لمصر دور أساسي في تحقيق السلام في السودان عبر منبر جدة أو عبر اتفاق الدول الجوار أو عبر مبادرات. هناك تسريبات كثيرة عن مبادرات جديدة، ولكن الأهم في هذه المرحلة هي تقوية مبادرة جدة، ومصر ليست بعيدة عن منبر جدة. وكذلك أيضا وجود الملايين من السودانيين في مصر قبل من قبل وبعد الحرب، وجودهم ايضا يتطلب الوصول لاتفاقيات او لتفاهمات على مستوى عالي. كذلك ايضا التداعيات هذه الحرب التي فتحت الحدود المصرية للسودانيين بما فيها ايضا بعض المخالفات عبر التهريب وعبر يعني توفيق اوضاع السودانيين، سواء كان الذين اتوا بالمطارات بالطرق الرسميه او الذين اتوا بالتهريب، توفيق اوضاعهم بحاجه الى تفاهم على مستوى القياده. ولذلك ومن هنا تاتي زياره البرهان اهميتها. طيب، اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالسودان، نتحدث عن منبر آخر لأنها لجنة تابعة للاتحاد الإفريقي، والتقت هذه اللجنة بالأمين العام للجامعة العربية، والتباحث أيضا بشأن الدور العربي والدور الإفريقي في حل هذه الأزمة. هل من جديد نلمحه في المباحثات هذه المرة؟ حتى الآن لم يصدر عن الحكومة السودانية ما يمكن وصفه بجديد أو دور جديد للاتحاد الإفريقي. يمكن من مآخذ الحكومة السودانية والشعب السوداني على الاتحاد الإفريقي هو تجميد عضوية السودان في مجرد حراك سياسي. يعني هم وصفوه بالانقلاب، حكومة حمدوك لم تكن حكومة منتخبة، يعني بل هي كانت مثل الحكومة الآن الموجودة الآن، في رئيس وزراء تم اختياره من قبل المجلس السيادي البرهان. البرهان اللي هو الذي عين حمدوك، والبرهان هو اللي عين الرئيس الوزراء الموجود حاليا. ولذلك وصف ما حدث في 25 أكتوبر بالانقلاب هو وصف غير دقيق وغير يعني وغير صحيح، لأن الانقلاب يعني هو الانقلاب على حكومة منتخبة.
من هنا يمكن أخذت الحكومة السودانية موقف، وكذلك الشعب السوداني موقف تجاه الاتحاد الإفريقي. ولكن نأمل الآن ما يحتاجه الشعب السوداني أول شيء أن ينظر الاتحاد الإفريقي إلى حلول كلية تشمل كل أطراف القضية. ولكن تمترس الاتحاد الإفريقي أو الدول في الاتحاد الإفريقي مع يعني انحيازها لطرف دون الآخر لن يساعد في تحقيق السلام في السودان. الاتحاد الإفريقي أن يكون يعني لا يضيق الواسع، عليه أن يقف على مسافة واحدة من كل أطراف الصراع السياسي في السودان، وليس الصراع العسكري. لا، الصراع العسكري شأن سوداني. القوات المسلحة هي التي تحدد متى يجب أن يتوقف الحرب، ومتى لهذه الحرب أهداف ذات صلة بالأمن القومي السوداني وليست أهداف سياسية. لا، هذه الحرب مست الأمن القومي السوداني ومست السيادة الوطنية، ولذلك أمرها بالقوات المسلحة. يعني كل هذه المبادرات الإقليمية والدولية والإفريقية في النهاية الرأي الأخير عند القوات المسلحة وليست أي جهة أخرى، باعتبارها هي الضامن الوحيد للسيادة الوطنية، لكن الضامن الوحيد للأمن القومي السوداني. صحيح، بدأ الصراع سياسيا ثم وتحول عسكريا، ولكن هذه النقطة التي نقف عندها الآن. وهناك من ينازع القوات المسلحة السودانية في دورها، ولهذا أصبح الكل ينظر إلى هذا الصراع لأنه صراع عسكري بحت. فأين نقطة الحل؟ أين نقطة البداية يجب أن تكون؟ حل النزاع عسكريا الأول والسيطرة على السودان بشكل كامل من قبل القوات المسلحة، ثم الحديث عن مسارات سياسية؟ طيب، الواقع الآن الذي لا يستطيع أحد أن ينكره أن كانت هنالك وحدة عسكرية تابعة للقوات المسلحة وتمردت على القوات المسلحة في يوم 15 إبريل. هذا هو الحدث. صحيح. بدون رتوش. صحيح. زي ما بقول. صحيح. طيب، القوات المسلحة بنص الدستور السودان، الوثيقة الدستورية السارية في السودان، وبنص قانونها القوات المسلحة ملزمة بإنهاء التمرد. هذا دور القوات المسلحة، ولا تستطيع أي جهة أن تبعد القوات المسلحة من أداء دورها. القوات المسلحة الآن تقاتل في ميليشيا متمردة. صحيح. في حركة متمردة، مثل التي كانت متمردة في أثيوبيا، ومثل التي كانت متمردة في أوغندا، وحتى في جنوب السودان وغيرها. كل الدول الإفريقية، للأسف الدول الإفريقية المتبنية لهذه الميليشيا شهدت حركات تمرد قبل شهور، سواء كانت أثيوبيا أو غيرها من الدول، التشاد وغيرها. السودان الآن يقاتل القوات المسلحة السودان الآن تقاتل في حركة متمردة. هذا شيء، وذلك الهدف الأساسي هو إنهاء التمرد. إذا كانت هنالك وسيلة أخرى غير القتال تحقق هذا الهدف، بالتأكيد الحكومة السودانية سوف لن ترفض، سواء كان تفاوض حوار وكذا. وذلك كل هذه المبادرات ما لم تحقق الهدف الأساسي إنهاء التمرد، وفي ظل جيش واحد، قوات مسلحة واحدة اللي هي قوات مسلحة السودانية، فلا نتوقع أنه الشعب السوداني لن يقبل. طيب. حتى ولو وافق البرهان أو غيره، فالشعب السوداني لن يقبل أي بهذا مبادرة بهذا الانقسام الحادث أو هذا. نعم. التمرد على القوات المسلحة. نعم. السودانية. نعم، الشعب السوداني لن يقبل بوجود جيشين في الدولة. صحيح. مرة أخرى. ولن يقبل بأن تكون هذه الميليشيا جزء من المعادلة السياسية، وهذا هو الوضع الطبيعي في أي دولة ذات سيادة. لكن نعم. الاختلاف على تشخيص المشكلة، يعني ليس الجميع متفق على أنه هذه حالة تمرد. نعم. وهناك من يؤيد هذا الطرف، وهناك من يؤيد ذاك الطرف. هل هذه هي الصعوبة الحقيقية في أعطاء الدعم السياسي، الغطاء العربي والدولي للقوات المسلحة حتى تسيطر على كامل البلاد؟ لكل حركة متمردة غطاء سياسي بالداخل ودعم تمويل خارجي. الميليشيا القوات الدعم الميليشيا الدعم السريع ليست استثناء، لديها للاسف حاضنه سياسيه، ولو انها لا تعترف بها، لكن من خلال مواقفها لديها حاضنه سياسيه داخل السودان، ولديها ايضا تمويل اقليمي وتمويل دولي. هي الان مخلب قط لأجندة دولية، ومخلب قط لقوى سياسية داخلية في السودان. ويمكن أكثر وضوحا، قوى الحرية والتغيير الآن هي الحاضنة السياسية لميليشيا الدعم السريع، حتى ولو نكرت ذلك، لكن مواقفها والحياد في أي معركة في طرفها الجيش الوطني، الحياد فيها موقف
موقف ضد الجيش الوطني. صحيح. لا حياد في معارك تخوضها القوات الوطنية أيا كانت. صحيح. أيا كانت الأطراف الأخرى. فما بالك أن يكون الطرف الآخر ميليشيا متمردة على الجيش وعلى الشعب السوداني. ميليشيا الدعم السريع الآن لا تقاتل الجيش السوداني فقط بل تقاتل الشعب السوداني. طيب. أفقرت الشعب السوداني ونهبت الشعب السوداني، ارتكبت الجرائم في الشعب السوداني. ولذلك الحياد في مثل هذه المعارك يحسب يعني أنك يعني معناته دعم للميليشيا. طيب ما هو نعود لنقطة البداية، ما هو الاختلاف السياسي هنا، اختلاف القوى السياسية على تصنيف أو تسمية ما يحدث على أرض السودان يعطي بعض الدعم للقوى المتمردة، الميليشيا الدعم السريع. يجب حل الأزمة السياسية أولا ولا السيطرة العسكرية أولا؟ نعم، في مسارين الآن للأحداث في السودان، المسار العسكري اللي بيقوده القوات المسلحة وده شأن عسكري بحت، ترتيبات أمنية، القضاء على التمرد سواء كان بالحرب أو بالتفاوض، يجب الوصول لجيش واحد وسلام دائم شامل بحيث لا تكون هذه الميليشيا جزء من أي معادلة سياسية أو جزء من مؤسسة عسكرية. هذا هدف عسكري وأمني يقوم به الجيش الوطني السوداني. المسار الثاني المسار السياسي وهي مرحلة لاحقة، يعني الآن الحديث عن الـ عن الـ عن الـ أي تفاوض سياسي في هذه المرحلة يعني معيب يعني أخلاقيا. نحن الآن لدينا جنود في الخنادق يقاتلون، نجادل في قسمة الثروة والسلطة، هذا معيب يعني. ولكن ليس هنالك ما يمنع بمجرد فرض السلام، بمجرد تحقيق أهداف هذه المعركة سواء كانت بالمفاوضات أو بالحرب، وبعد ذلك تأتي القوى السياسية وتجلس في حوار شامل بدون أي إقصاء لأي حزب بدون أي استثناء. وهذه هي المبادرة المصرية من قبل الحرب. مصر بادرت بأن يكون الحوار سودانيا شاملا وسوداني سوداني دون أي تدخل خارجي. الآن المطروح الآن أيضا في الساحة ذات المبادرة التي طرحتها مصر قبل عام، الآن كل القوى السودانية الآن تتحدث عن حوار شامل، حوار سوداني. يعني نحن بالمثل السوداني يعني نحن لدينا مثل رفضناها يعني بمعنى انه رفضناها وهي مملحه والان نقبل بها نبحث عنها وهي غير مملحه. نعم، الان كل القوى السودانيه تبحث عن حوار سوداني شامل، لكن بعد يعني بعد ازمه كبيره، بعد ازمه طبعا كبيره، وبعد حرب، وبعد حرقنا بلدنا، وبعد دمرنا بلدنا، وبعد نهبنا بلدنا. علينا ان نتعلم من دروس هذه الحرب بحيث تجلس القوى السياسيه في حوار شامل ولكن بعد تحقيق اهداف معركه الكرامه الوطنيه. طيب، تحقيق اهداف معركه الكرامه يعني منذ ابريل 2023 وحتى الان، والمعارك حتى تسوء، ووصفت الامم المتحده انها اصبر اكبر ازمه داخليه متناميه هي التي تحدث في السودان. صحيح. ما الذي يعوق الجيش الان عن السيطرة أو تحقيق أهدافه وإنهاء هذه المعركة؟ ليست هنالك إعاقة. القوات المسلحة تقاتل باحترافية وبمهنية عالية جدا وحريصة جدا على أنها تكسب هذه المعركة بأقل خسائر. هي ليست مثل الميليشيا التي تهاجم المدنيين وتسرق المتاجر والبنوك وهي تحسب أن هذه هي الانتصارات، ولكن القوات المسلحة أمامها يعني تنشن في عدوها بشكل واضح وتريد أن تحقق أهدافها بمحاربة عدوها الأساسي دون إحداث أي خسائر في ممتلكات المواطنين وفي أرواح المواطنين. وكما تعلمين حرب المدن الآن، المدن السودانية فيها انتشار لهذه الميليشيا، فيها مواطنين سوداني موجودين يعني مواطنين عزل. الميليشيا تمسك بهذه المواطنين كرهائن. الآن من يعيق يعني تقدم الجيش السوداني بوتيرة أسرع هي أن هذه الميليشيا تتخذ المواطنين رهائن، ستار من المدنيين. نعم. الإذاعة السودانية على سبيل المثال الآن، القوات المسلحة الآن تحاصر الإذاعة السودانية منذ أسابيع، ولكن أكثر من 700 رهينة في هذه الإذاعة، في مباني الإذاعة. ليس أمام القوات المسلحة إلا استخدام تكتيك عالي جدا واحترافية عالي جدا تنتصر دون أن تحدث خسائر في الأرواح المدنيين.
هذا يمكن السبب الاساسي الذي جعل العمليه بطيئه يعني الحفاظ على ارواح المدنيين. ايوه، ولكن مهما طالت الفتره ومهما كذا لابد ان ينتصر الجيش السوداني في هذه المعركة. لكن كما ذكرنا منذ قليل الضحايا كثر. نعم. ما سمعنا عنه في غفله يعني بينما انشغل العالم بما يحدث في غزه. صحيح. فجاه استفاق العالم والدول العربيه على ما يحدث من قبل قوات الدعم السريع في بعض المناطق في السودان. ما يحدث، الى اي مدى اعاد الازمه الى الواجهه من جديد يعني؟ نعم، هي اصلا نحن دائما ذكرنا، نحن دائما بنقول ان هذه القوات بدات تحت مسمى ميليشيا الدعم، يعني ميليشيا الدعم السريع كانت جنجويد، كان يسمى العالم كله يسميه كان جنجويد في زمن الرئيس البشير. بدأت جنجويد الآن تنتهي كجنجويد، الآن حربها ليست يعني هي لا تحارب القوات المسلحة، القوات المسلحة موجودة في سكناتها في معسكراتها، ولكنها تنهب بيوت الناس وأسواق الناس ومتاجر والبنوك التجارية ومحطات المياه والكهرباء، ولذلك الأزمة تفاقمت الأزمة الإنسانية بسبب جرائمها التي تستهدف المواطن بشكل مباشر، شيء طبيعي. الآن الآلاف ملايين النازحة لما نزحت لو كانت المواجهة ما بين الجيشين فقط، بين لو واجهت الجيش السوداني فقط أو القوات المسلحة السودانية، ولكنها تستهدف المواطنين في لكي يثير الرأي العام السوداني ضد القوات المسلحة، ولكنها انقلبت يعني انقلب السحر على الساحل. الآن الرأي العام السوداني ضد هذه الميليشيا، والعالم كله الآن ضد هذه الميليشيا، والأزمة صحيح توجد معاناة في المناطق انتشار هذه الميليشيا، ولكن هناك أيضا توجد عزيمة في القوات المسلحة السودانية وفي الحكومة السودانية بإنهاء التمرد في أسرع وقت ممكنة. الجرائم التي قامت بها ميليشيا الدعم السريع لأي مدى ساهمت في فتح حقيقتها أو تقليص حتى الدعم الموجه لها سواء من بعض القوى السياسية أو من قوى أخرى خارجية؟ نعم. يعني جرائم دائما في الحروب المنظمات الدولية والمنظمات جمعيات حقوق الإنسان بتتعب عشان تتحصل على الأدلة والوثائق التي تدين أي طرف لارتكاب الجرائم، ولكن الشاهد في هذه الحرب الميليشيا وثقت جرائمها بكاميراتها. الآن لو أي إعلامي أي مراقب يدخل المواقع الإلكترونية أو الصفحات الميليشيا تجد أن معظم 90% من جرائمهم موثقة بكاميراتهم، يعني أمام العالم قتلوا والي غرب دارفور وسحلوه سحلا في ومزقوه أمام الناس وثقوها، ونزل المئات الآلاف من نساء وأطفال قبيلة المساليت في غرب السودان. الآن غرى الجزيرة يمكن غرابة 30 أو 31 قرية الآن في الجزيرة تنهب بشكل كامل، والشباب ما بين القتل والتعذيب، كل هذه جرائم موثقة في صفحاتهم، لم توثقها يعني الاستخبارات السودانية ولا الأمم المتحدة ولا غيرها، وهم بغبائهم يوثقون جرائمهم، لأن العقيدة القتالية لهذه الميليشيا قائمة على استهداف المواطن. هم يعتقدون أن تعذيب المواطن وقتل المواطن وإفقار المواطن هو الانتصار، وهو الذي سوف يجعل الحكومة السودانية ترضخ لمطالبها إن كانت لها مطالب سياسية. هي ليست لها مطالب سياسية. نعم. لكن هل ترى أنه العالم لم يتعامل مع ميليشيا الدعم السريع، بمعنى أنه الإدانات أنه حتى تصنف يتم تصنيفها كجماعة إرهابية تخضع لعقوبات ما، أنه يعني للأسف لم يكن هناك إجراء ضدها. للأسف ليس فقط المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات، يعني حتى للأسف في دول نحن كنا نعتبرها دول صديقة ودول شقيقة تعاملت مع هذه، أكالت بمكيالين في القضية السودانية. أنا كما ذكرت قبل قليل نمسك دولة زي أثيوبيا مثلا، أثيوبيا عانت من حركات متمردة هي في داخلها، ولكن بمجرد ما تمردت هذه الميليشيا تبنتها أثيوبيا الآن، تبنتها ليست يعني لأجندتها هي، لإضعاف السودان ولإضعاف مصر، لكي لا يعني لأجندة معروفة معروفة للشعبين المصري. طيب كذلك تشاد أيضا عانت من حركات المسلحة، وكذلك دول اخرى لا بدون تفصيل، دول اخرى كانت بالنسبه للسودان دول صديقه وشقيقه، ولكنها هي الان تبنت هذه الميليشيا بكل جرائمها،
وهذا ما يمكن يحزن الشعب السوداني قليلا. ولذلك انه الشعب السوداني في النهايه القرار عند الشعب السوداني، الشعب السوداني هو الذي يصنف هذه الجريمه وصنفها تماما، الشعب السوداني هو الذي ملتف حول قواته المسلحه، مهما لو اجتمع العالم كله على تصنيف هذه الميليشيا باي تصنيف اخر غير انها ميليشيا ارهابيه، فهذا لن يغير في رأي الشعب السوداني ولن يغير في رأي القوات المسلحة ولن يضعف في عزيمة القوات المسلحة في إنهاء تمرد هذه الميليشيا. طيب من المستفيد من هذا الصراع الحدث الآن في السودان؟ كثيرين مستفيدين. يعني السودان كما تعلمين دولة غنية يعني بمواردها الطبيعية، يعني السودان نحن لما نقول السودان بنتكلم عن 170 180 مليون فدان صالحة للزراعة، لما نتكلم عن السودان بنتكلم عن آلاف الأطنان من الذهب والمعادن الأخرى، بنتكلم عن ثروة حيوانية ضخمة جدا، بنتكلم عن ساحل أطول سواحل المنطقة يمكن غرابة 700 كيلو، يعني السودان كل إقليم في السودان عبارة عن دولة قائمة بذاتها من مواردها، يعني أغنى من دول أوروبية من حيث الموارد. يعني الناس دائما بيقولوا من المقارنات بيقول لك إنه دارفور مساحة فرنسا. هي صحيح بمساحة فرنسا، لكن ليست مساحة فرنسا فقط في الجغرافيا، بل حتى موارد دارفور ليست أقل من موارد فرنسا بدولة بأكملها هذا وتم استغلالها. وذلك أن السودان مستهدف في موارده، يعني وجود دولة قوية في هذه المنطقة تعني الكثير للدول الأخرى. ذلك أنه يعني الحرب في السودان الآن هي ليست فقط حرب قوات مسلحة قوات وطنية تقاتل الميليشيا، ولكن هنالك أجندات كثيرة، قوى إقليمية وقوى دولية كلها، ولكن الشعب السوداني وقواته المسلحة قادرين على هزيمة كل الأجندة التي تتقارب مع سلامهم ومع وطنهم. نتمنى ذلك ونشكرك شكرا جزيلا أستاذ طاهر سيتي رئيس تحرير صحيفة اليوم التالي على وجودك. شكرا معنا. شكرا لك. نشكركم أيضا مشاهدينا على متابعتنا في هذه التغطية المباشرة، وتغطيتنا تستمر معكم على مدار الساعة، دائما ابقوا معنا.